السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير صحباتي. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وانتم ان شاء الله كتفرجوا في الفيديو تكونوا كتفرجوا في الفيديو ديالي، تكونوا شوفوا بصحه جيده، تكونوا بخير، وليداتكم يكونوا فرحانين، تكونوا ديتهم مدرسه جبتوهم بخير وعلى خير، تكون صحتكم بخير. تكوني اختي فقتي الصباح وقصتي وجهك، قصتي شعرك، قصتي يديك، قصتي وليداتك، لقيتو كلكم بخير. هذيك هي الدنيا وما فيها. راه فعلا النهار اللي كنفيقوا فيه وكنلقاو صحيحتنا وكنلقاو وليداتنا حدانا كيتنفسوا وكنلقاو راسنا ما وقع علينا داك النهار، سلكنا من داك النهار وداز علينا بخير، راه خصنا الحمد لله ونشكروه. والله لان كيوقع الافات في الدنيا، كيوقعوا بزاف الحوايج اللي ما كنكونوش ضاربين لهم الحساب. ديما الانسان ملي كيفيق الصباح كيقول الحمد لله ان اليوم فقت. والله البنات الا ملي كنفيق كنقيس راسي، كنشوف بنتي، كنقول راه من بعد راه كنشوف، واخا راه دايره نظر وداكشي، ولكن الحمد لله ان هاد النعمه ديال نظر انك كتشوفي وبزاف الحوايج راه نعمه من عند الله. كنفيق والله الا كنعنق بنتي وكنقول الحمد لله اليوم فقت بخير. ملي كيعطينا الله صحيحه جديده وداكشي كنقول الحمد لله. كل نهار كنعيشو في هاد الدنيا الحمد لله ونشكرو عليها، وغادي نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ربي. واخا كنساها ما كنقولهاش ديما ديما، ولكن ان شاء الله غنبقى ان شاء الله نحاول تنولي نقولها ديما. شوفوا سبحان الله العظيم، الحاجه اللي زوينه لينا والحاجه اللي كتكون مزيانه لينا كتجينا صعيبه، باش تعرفوا والله خاص الواحد ديما يواظب عليها والله العظيم، لان كتحل البركه وبزاف د الحوايج. وغادي نقول لكم الله يغنيكم والله يعطيكم الله يشوف خاطركم كاملين. بزاف كيدوني يدعي معانا محتاجين الدعوات ديالك. كاين اللي غتقولي الدعوات ديالك ما عرفتيش شكون هي، لا عادي، واحد الانسانه غريبه، لان دعوات الغريب مستجابه، 40 دعوه غريب مستجابه. الله يفرحكم البنات كاملين، واللي حطات اختي يديها في شي حاجه الله ييسر ليها الامور، اللي ناويه دير شي حاجه ان شاء الله ولا معكسين لها شي حاجه، كنقول لكم الله يفك العقده يا ربي ديال داكشي اللي معقد لكم وداكشي كامل. راه ما كنعرفش اختي ندعي بزاف، واللي مسكينه مخاصه مع راجلها كنقول الله يجمع شملكم، لان بزاف كيكتبوها ليا، واللي مليوح عليها شي باطله اختي كنقول الله يبين حقك ان شاء الله، والا ما خديتيش حقك في الدنيا غتاخديه في الاخره. مزيان تباتي اختي مظلومه وما تباتيش ظالمه، هذه اهم حاجه، هذه ديريها واحد الحاجه في بالك، قولي الحمد لله انا كنعس مظلومه وما كنعش ظالمه، لان صعيب تكوني ناعسه ظالمه واحد الانسان اخر، راه ما ساهلاش. راه واخا تشوفي راسك كتعيشي في الدنيا وكتاكلي وكتشربي وكتخرجي وكتدوري وانت راه ظالمه واحد اخر، راه كاين اللي كيتغروا الدنيا، ولكن راه ويلك من الاخره، ويلك من داكشي اللي كيتسناك في الاخره. فالانسان اللي كان ظالم شي واحد يتسامح معاه، الوالدين اللي كانوا نافرين ولادهم يتسامحوا معاهم، الا كان واحد الاب ولا واحد الام قصح قلبه من جهه ولد ولا بنت ويحاول يمشي يرخف قلبه، لان هنايا في الدنيا كيعطيكم الله فرصه، ولكن في الاخره راه ما كاينش كيفاش غتسامحوا، راه تما عند الله كتلتقي الخصوم، صعيب الحال والله العظيم. واخا طولت عليكم شويه هذا، ولكن داكشي اللي في القلب راني قلته، واخا راه ما كان ماشي كلشي كنقوله صراحه، كنقول غير شي حاجه صافي. المهم اختي اول حاجه فقت، جمعت هكا سست الزربيه، ماشي سستها، شطبتها، سست الكنابيات وشطبت الزربيه صافي، وضربتها بواحد الشطيبه كاع البيت ديالي كامل. ما صراحه اليوم ما سيقت، ما جففت، ما والو، اليوم الشقا ناشف، اليوم الشقا كما كيقولوا على الناشف المصريين. غير اللي تسستها اللي تشمشت، درت اختي درت الملايات في الشرجم يتشمشوا، وبزاف قال لي فرحنا لك ملي قلت لينا. طلعت اختي الزربيه للسطح. وانا راه ما نقولش لكم، انا راه ملي قال لي الدنيا طلعي لا مرحبا بك، انا بغيتي تطلعي شي حاجه، بغيتي تنشري شي حاجه، بغيتي تنشري شي زربيه، بغيتي تنشري شي حوايج، عرفتي راه جاتني بحال الحلم. قال لي علاش؟ راه حق من حقوقك. والله الا فرحت وغاتي ديك الزربيه شتي كنقول سلام سلام في الدروج، اقسم بالله. وبنتي كتشوف فيا مطلعه الزربيه اختي بحال العروسه، نقول لها سلام سلام على رسول الله، الا جاي الا جا سيدنا محمد. الله يا البنات الا طلعتها بالزغاريت، وربي اللي شاهد الا طلعتها بالزغاريت وبسلام سلام. سمعي الناس غنبقى نهضر، غادي الفيديو غيسالي وانا غير كنهضر. طيبت اختي فطير، درت اللي قسم الله حكا حطيته في الفطور، ودرت البنات حليب هكا، اللي بغى القهوه يشربها واللي بغى الحليب بالشوكولاط يشربوا. بنتي راه حطيت لها الحليب بالشوكولاط في الاخر، طاسه ديال الشوكولاط نسيت ما وريتهاش لكم، في الاخر حطيتها ليها، حطيت نسكافيه حتى عمرت براد ديال اتاي، حيت انا ما عنديش مع القهوه بزاف، غير بنتي اللي كتعجبها القهوه بالحليب، ولكن ماشي ديما والله البنات ما كنديرها ديما، مره في شحال. انا ماشي من الناس اللي مدمنين على القهوه بالحليب وداك الشيء، انا مدمنة على اتاي، هذه نعترف بها، كنموت عليه واخا كنعرفو المدير. بنتي صافي، بنتي تخيلي ملي كنت كندير الحليب في الرضاع، كنتي كتشربي واقيلا اتاي في الكاس ياك، وكانوا صحاب في الرضاع، علاش كنتي فين كنتي كدير الرضاع؟ دابا المشكله كنقول لهم راه اسا كانت عندها 3 سنين،
ياك في اليوم كنت في اليوتيوب على 3 سنين وكانت باقا كدير الرضاعه مره مره واخا ما كنتش كنبينها كيقول لي اويلي وحنا وقتها نكون ما كنعرفوكش. راه بنتي انا راه كانت صغيره ما شاء الله يلاه كانت مع 3 سنين ولا ما كاملاش. انا راه دخلت للروض معاكم دخلت لكل شيء معاكم. الروض راه كانت دخلت على 3 سنين ونص ولا ما عقلتش. وكانت عندها واحد الرضيعه وكدير فيها اتاي كيعجبها وكنت كنجويه ناري دنيا اتاي بعدي لها اتاي راه خايب ليها اتاي. وكاين اللي كتقول لك لا ويلي كدابه بنتك راه حتى لهنا لهنا. والله اختي راه ما شاء الله راه غاده في 6 سنين وانا في اليوتيوب الحمد لله وباقا كما انا الحمد لله. الدنيا اللي عرفتها هي اللي باقا الحمد لله. كيما قلت لكم صافي فطرنا وباقا المهم انا واحد السيده موصياني البنات اختي ياسمين موصياني وحتى انا كنت كنشوف ليا زعما شي حاجه باغا تفرش الصالون ديالها وبغات شي حاجه زوينه. كنت مشيت سولت ليها كنت سولت على قبل راسي انا مشيت سولت ليها حتى هي لان هي باغا صالون باغا بونج. ف اثمنه كتختلف انتم ان شاء الله غتفهموا. الحاجه اللي 300 درهم 350 كتكون ديال سلك وصافي. الحاجه اللي كتكون مثلا 400 500 600 درهم وانت طالعه الحاجه ديال الدوام كما كنقولوا البروميير ولا ما عرفت كيفاش كيقولوا والله ما عرفت واش بروميير ولا الدوزيام والله ما عرفت هادشي اللي كيقولوه بالفرنسي ما عرفتش. المهم شي حاجه اللي كتبقى لك الدوام. ايوا اختي اليوم فطرت صافي جمعت الدويره ديالي فطرت وقلت لبنتي دوني او يلا دوني قلت لبنتي يلا نوضي نجمعوا الوقفه مشينا للقريعه. القريعه اللي المهم القريعه هي راه كبيره ولكن مشيت للبلاصه ديال الاتات ديال فين كيتباعوا الحبوقه ديال الورد الميعنات. والصراحه القريعه واعره فيها يا البنات داكشي كيحمق الميعنات كيسطيو ليمول ديال الكيكه اي حاجه كتخطر لكم على بالكم كتلقاوها تما. الصراحه داكشي واعر. قال لي هادو كاينه شحال راسي ديال كاينه 20 كاينه 28 كاينه 30 كاينه 40 على المطلات على المطلات. وهادوك اللي قلتي لي بلا ما تطلعي لهادوك 600 درهم كاينه 450 كاين 350 كاين 300 درهم كاين 300 درهم كل حاجه دوك ديال 300 قلتي لي ماشي شي حاجه ديال 300 درهم قال لك غير شويه صافي كينزلوا. هادو اللي قلتي لي انت ديال 400 والفوق كيبقاو مزيان كيبقاو كيما هما هما هذا هو ما كان راه واقف. قال لي الصراحه مسكين درويش قال لي ديال 300 درهم راه كيف والو 350 قال لي والو قال لي 400 درهم بعدا كاين شويه الضو في 400 شويه شويه بعدا 400 وانت طالعه فيها شويه الضو بعدا قال لك ما كيهودوش ودابا قلبتهم بيديا ما شاء الله دايرين راه هما. صراحه ماشي اول واحد دخلت عنده ولا ثاني واحد ولا ثالث واحد دخلت عند بزاف ولكن هذه السيده دابا بالضبط لقيت واحد جوج بنات ماشي جوج بنات صراحه راه هما متتبعين ديالي وقال لي احنا عيط لنا ميما زعما عيط لي امي ولا خالتي زعما انسانات بعقلهم وما شاء الله ثقه ومنورات ولابسين اختي البيض وما شاء الله عليهم منورات وفنات. قالت لي شوفي اختي هذا الا قال لك الكلمه الكلمه ماشي يقول لك مثلا رجعي نهار الاثنين وتمشي نهار الاثنين يقول لك لا الثلاث ولا الاربع. ان انا كنطيح فيهم البنات كيجرجروني كيقول لك مثلا هاد السيمانه عول على واحد الشهر وانت غادا جايه اولا يعطيك السلعه ماشي هي هذيك. سبحان الله العظيم انا ما عرفتش انا ما عنديش الزهر مع صحاب مع النجاره اما تصحاب الطلانط الصراحه والله ما كيكذبوش عليا كاين كيعطيني الكلمه كتكون الكلمه. اللي كيجرجروني هما النجاره كيقول لك شوفوا تحيه لكاع النجاره تحيه للنجاره اللي كيخدموا خدمه راها خدمه شريفه واللي عندهم الكلمه. انا ما كنعممش حيت كاين اللي غتكون راجلها نجار كاين اللي غتكون راجلها مثلا كيخيط طلامط كاين وتقدر تقلق تقول لك مالك كي جاك النجاره. بالعكس خدمه زوينه وخدمه شريفه وما شاء الله رجاله وخدامين على وليداتهم ونقول لهم غير الحاجه الزوينه. ولكن كاينين شي وحدين انا ما كنعممش اللي كيقول لك نجار جرجار كاينين اللي كيجرجروك يا اختي. بحال دابا انا هذاك الماريوش كان وقع ليا فيه عطاني كلمه ولكن فاش جيت نشوف لقيت لا علاقه بداك الكلام اللي قال لي لقيت كلشي العكس وحتى باش نردو ليه ما بغاش يردو واستقبل عليا دوك البوانيات استقبلهم ليا ثاني والسوار تبيعهم لي يعني زعما الحمد لله على كل حال وصافي. فغير حيت كي تقلق مني لان راه كل واحد خدام شي خدمه راه شريفه الحمد لله وماشي راه كلشي كيخاف الله كما قلت لكم قليل واحد ولا جوج اللي كتلقايهم كيديروا الخشونه مره مره ولكن حتى هما نقول لهم الله يهديهم الله يهديهم. وحتى البون الماريو اللي كان دار لي داك الشيء راه ما قلت ليه والو ما عيرته ما والو قلت ليه زعما الله يهديه وصافي. اختي كنهضر معكم دابا نشحف دابا نتقش. ها نتوما هادو نتوما كديروا في الكنابيات قال لي هادو زويونين حتى هما الكناب بحال هذا الكناب اللي عندي يكون مازال صحيح من الداخل كيتغلفوا بهادو.
هذا باش عجبني قالك اي حاجه كنتكلفوا لك بها كنابيات نغلفوهم لك نعاودوهم لك. ملي كتشم عنده البونج راه وريتكم التوب ديال البونج اللي كيكون فيه قالك هذا كيكون مع البونج هذاك ما كتخلصيش غير كتختار انت البونج اللي باغا كتمشي مثلا لغديه ولا في عشيه كتجي كتلقاي صافي الوالك عليه الوالك عليه السين تا وداك الشيء كامل صافي كتدي البونج ديالك واجد. كاين البصمه وكاين المهم هادو هما اللي قال لي الثمن ديالهم طالع شويه ولكن شي حاجه اللي كاليتي واللي غتنسايها تقدري تبقاي عندك باش تبقاي عندك تبدليها وهي باقا جديده. هادو الصراحه قال لي مازو قال لك ما ننصحكش هادو قال لك حرشين خايبين انا غير كناخذ افكار وكنشارك معكم. قال لي هادو زعما ما زوينين شوفي قال لي حرشين قال لي هادو هادو قال لي هادو ننصحك بهم وهادو هادو قال لك زويونين. الاخرين قال لي ماشي شي حاجه قال لي كيتشنتفو ماشي كاليتي زوينه واختي هذا ما كان جهدي عليكم الله العظيم. ومن موراها صافي مني ساليت الحمد لله خديت الارقام ديالهم باش هكا الا بغاوهم صحاباتي نعطيهم لهم حيت هما اللي المهم صيفطاني على قبل صيفطاني اختي ياسمين على قبل سدادر وداك الشيء فقلت في عقلي ندي معايا النمره باش الا بغات تواصل معاهم هي ولا شي حاجه المهم تكون عندي بعدا النمره ويكون عندي كلشي والاثمنه. والصراحه خدات كما قالت لي شكرا لك بزاف قالت لي خديت افكار خديت معلومات وداك الشيء ما عطيت صيفط لها الفيديوهات في الواتساب وخدات معلومات. جيت عندنا هنايا القريعه تشوفوا الباب ديال الدخله مع كتدخلي مع الباب ديال القريعه كاين واحد السيد الله يعمرها دار واحد الانسان ما شاء الله عليه التعامل بعدا طوب كيبيع جميع انواع المبخرات كيبيع العود كيبيع الرويح كيبيع مسك الطهره كيبيع الصلايات المهم اي حاجه تخطر لك اي حاجه بغيتيها ما شاء الله تلقيها عنده. والاثمنه مناسبه صراحه وعطاني مسكين الانستغرام ديالو ان شاء الله دابا نطاقي لكم فيديوهات عنده في الانستغرام داك الشيء واعر عنده زعما يستاهل مسكين التعامل ديالو زوين عنده اميره العرب عنده يارا عنده الرويح زعما سوا العود سوا الرويح عرفتي وعطاني وقت مسكين وعرفني غنبارطاجي هذا الشيء وقال لي مسكين الله يعاونك الله يسهل عليك حتى هو مسكين الله يسهل ليه عنده داير واحد الكروسه تما ولكن التعامل واعر صراحه. اثمنه المهم غنقول لكم داكشي اللي عقلت عليه لان ماشي كلشي غنعقل عليه بحال مثلا هاد يارا يارا شحال كانت قال لينا ها المهم ما وصلش 100 درهم ما هو رخيصه عنده 70 درهم ما وصلش 100 درهم عنده اميره العرب حتى هي ما وصلش 100 درهم غنوريكم بلاتي عنده الصلايات حتى هما الصلايات صراحه حسيت على شحال الاثمن. المهم انا نقول لكم هذاك الشيء اللي عقلت عليه هادو هما اللي كيديروا دوك المبخرات ديال الزيت اللي كديروا كتطلق لكم ديك الريحه وكتحطوا شميعه لتحت هما هادو عنده الانواع والاشكال ها انت اختي الحبيبه كتشوف كلشي على عينك عنده مسك الطهاره مسك الطهاره قال لي والله الا نسيت على مسك الطهاره شحال قال لي مسك الطهاره 25 درهم هادشي اللي قالت لي بنتي عندك تكون غلط هنا قال لي عافاك جربي واحد الكريم قال لي دير نشوف شحال كان قال لي دير 80 درهم كيجي حتى هو يعطي ريحته واعره هذا كدهني به الجسم اولا اليدين المهم كيعطي واحد الريحه زوينه صراحه اول مره غنشوف بان كاين كريم بحال هكا. انا كنعرف الريحه وكنعرف البخاخ وكنعرف داك ديال الديور اللي معطر كتوركي عليها هذا راه قال لي غير كنجرب به البنات وداك الشيء قال لي راه عندي واحد جديد اللي غيجي ياخذ من عندي عندي واحد جديد بلاتي ها نتوما هنا بعدا حط لكم هذا غير الكريم وموراها غيجيب الريحه وموراها غيجيب المهم المجموعه كامله وما شاء الله الطبيله ما شاء الله فيها البركه عرفتي راه نتوما عرفتي فيها كل شيء وما شاء الله عنده لتحت اي حاجه بغيتيها عنده من لتحت هذا الشيء غير بحال شونتيو ولكن داك الشيء اللي عنده لتحت راه كله بالباك ديالو بالمي داك الشيء جديد وداك الشيء وهنا راه كان كيبيع مع الناس مساكن وخلاهم وجا كيوريني وخلى الناس وهاتوما شاد الفلوس ديال الناس في يدو وكلشي هذه اميره العرب. واحد المعلومه نقولها لكم كاينه اميره العرب ديال 70 درهم اللي عاديه ولكن اميره العرب اللي هذه اللي هاز في يدو دابا لا هاد اميره العرب ديالها 150 درهم ولكن راه زوينه راه ماشي بحال الاخرى ديال 70 درهم ولا هذه فهمتوها هما الباك كامل هذاك البخاخ ديال الصالونات وديال البيوت كتعطري به هكا. والمهم أثمنة صراحة زويونة وكاين كل حاجة وثمنها والبخور عاوتاني كاينة 90 درهم كاينة 110 دراهم كاينة 70 درهم كاينة 50 درهم ولكن على حسب كما كنقولو زيد الماء زيد الدقيق خديتي شي حاجة رخيصة راه ملي كدي تبخري بها راه في الأخر كتحرق كتعطي ريحة خايبة خديتي شي حاجة زوينة راه
والصراحه هاد البلاصه هذيك العود اصلا داكشي اللي كنستعمل انا الحمد لله داكشي اللي هو العطور البلاط العود راه الحمد لله راه كيجيبوه الناس من الحج اصيل الحمد لله داكشي اللي كندير الحمد لله زوين حنا ما كنتاحوش لداكشي اللي كيغضب الله داك الشعوذه اللي الله يسترنا وصافي كاين اللي كيخافش الله الحمد لله حنا كناخذوا شي حاجه اللي زوينه اللي كيبيعها اي واحد الحمد لله هاد العود هذا راه شي حاجه اللي زوينه والناس اللي كيمشيو للحج راه كيجيبوه من الحج راه العطور ريحه طيبه الله يبعد علينا يا ربي داكشي ديال شر الخلق يا ربي حنايا كنمشيو غير داكشي الزوين داكشي اللي الحمد لله كلشي كيستعملوا هادو صراحه هادو العطور ديال يارا كاينه يارا كاينه هنا دايرهم في هاد القريعات الصغيورين والثمن ديالهم راه كيدير 10 دراهم هاد المبيخرات اللي دايرين 50 درهم هادي اختي 50 درهم والاخرين دايرين 70 درهم اللي مزوقين اللي زيد فيهم الزواق شويه وكاينين ديال الرموش اللي انا غنقول لكم ان شاء الله الثمن ديال اللي دايرين بالرموش اللي فيهم الرموش المهم البنات دوك الكحلين الطوال دايرين 100 درهم ديال الرموش ما عقلتش المهم وقيلا ما وصلنش 100 درهم ديال الرموش هذه بريكه حتى هي زوينه بحال الاخرى 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 شحال دايره 20 درهم بريكه الاخرى البنات ديك اللي وريتكم البريكه الاولى اللي بحال هذه دايره 20 درهم هذه هاد الذهبيه دايره 80 درهم صراحه مسكين حتى بغيت نمشي قال لي عافاك وريهم حتى هذه البنات البنات اللي بغيتو تجيو عنده شوفوا راه معروف راه مع الدخله ديال الباب عاد مع الدخل اللي بغا تدخل القريعه اول واحد غتدخلي مع الباب غيبان لك اون فاس قولي جيت من طرف يوميه الدنيا قولي المهم اذكري قولي لي جات صورات عندك هذا الشيء باش يعرف شكون اللي بغيتي تاخذي من عنده وما فيها بس تعاونوا معاه وتواشروا من عنده الله يسهل راه ما اشهر مولا ربي لا يشاهد ولا كان اشهر سولي يا اختي الحمد لله ملي كيكون اشهر كنقول لكم اشهر انا السيد عجبني التعامل ديالو شفتوا كيفاش كيتعامل مع الناس اختي من عندها البنات الفاخر باش كيتشعلوا ملي كتبغي ديري العود خديتهم من عنده وخديت من عنده ما عقلتش هذيك مسك الطهاره اللي كديري المهم ديك اللي كتحكي الريحه اللي كتحكي هكا بحال هكا في عينك ديك اللي ب 10 دراهم وصافي عجبني التعامل ديالو قال لي مرحبا الف مرحبا قال لي انا عندي انستغرام عطاني مرتو وعطاني الكتالوج اللي كيكون في الانستغرام في الواتساب دخلت شفت ما شاء الله داك الشيء واعر راه ان شاء الله دابا راح نطاقيه لكم في الانستغرام ان شاء الله بقى نطاقيه لكم الله يسهل عليا ربي واختي هنا الحبيبه راني راجعه راجعه بحال اختي صراحه ما غنمشيش للدار باقي عندي ما يتقدى وباقي ان شاء الله واحد الفيديو زوين فيه بزاف د الحوايج زوين واحد العروض زوينين بارطاجيتهم معاكم بارطاجيتهم معاكم واحد ما الهضره كتمشي ليا المهم راه البنات عارفيني ملي كيشوفوا الهضره كتدخل تخرج كيعرفوني باتري فيبل صافي مشيت فيها باقي ان شاء الله ما يتقدى ولكن غادي ننهي معاكم فيديو هنا ان شاء الله باش نقدر نبدا معاكم فيديو جديد واحد الفيديو غيكون زوين وغيكون كله حداقه غتكون ان شاء الله فيه واحد الكيكه زوينه المهم واحد الكيكه اختي ديال اليومي اللي تقدر ديري وليدات كل نهار وساهل ما فيهش بزاف المقادير اللي معقدين ودابا المدرسه ان شاء الله غنبدا ندير معاكم ان شاء الله البنات وصفات داكشي بسيط شوفوا داكشي على قد اللي كندير لبنتي مره كيكه مره كل مره ان شاء الله بقى ندير وبقى نشارك معاكم ان شاء الله مره مره لانش بوكس اللي اختي حنا راه ما مولفينش بلانش بوكس ولكن الدراري صغار كيبغيو يتعاندوا ملي كيشوفوا شي واحد دار شي حاجه حتى هما كيبغيو يديروا صراحه غير من الاربع للاربع ماشي ديما ان شاء الله نشارك معكم شنو كنصايب البنت داكشي اللي كتدي معايا ان شاء الله يا ربي وغنقول لكم تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا بزاف على الحب ديالكم على الدعم ديالكم ليا ونخليكم فرحه الله بسلام عليكم.